الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بيكم، وصلنا خلاص للجزء ال 28، والحقيقة الجزء 28 الحاجة الأساسية اللي هتلاقونا بنركز عليها النهاردة هو الجزء كله له هدف واحد، وماشي الجزء كله بيؤكد على هذا الهدف. الهدف بيقول إيه؟ الانتماء للإسلام والتبرؤ من الكفر، وأهمية ترابط المجتمع عشان يتحقق هذا الانتماء. يا جماعة، قضية الانتماء للإسلام قضية محورية في ديننا. مش كفاية أنك تكون بتصلي، ومش كفاية أنك تكون بتصوم، ومش كفاية حتى أنك تكون متحجبة، ومش كفاية أن أنت تكون بتتصدق وبتطلع زكاتك. مسألة الانتماء، مسألة للإحساس أن أنا منتمي لهذا الدين. وموضوع الانتماء في فرق كبير قوي. في ناس بتصلي في المساجد، وفي ناس حريصة على العبادة بشكل قوي جدا، لكن ما بيتحركش جوه قلبه قضية الانتماء. يعني ايه الانتماء؟ يعني أنا كل كياني مرتبط بهذا الدين، ولذلك بحب المؤمنين قوي، ولذلك ولائي وانتمائي وحبي ومناصرتي للمؤمنين متبرئ من أي حد يعني في غير هذا الدين، وفي غير ولا أناصر إلا المؤمنين. معاني الحقيقة هامة جدا وثقيلة جدا، تيجي في آخر المصحف، تيجي في الجزء يعني اللي قبل الأخير، الجزء 28. احنا من أول المصحف عمالين نستمع لعرض المنهج. سورة البقرة عرضت منهج الإسلام، وجات الصور بعد كده تؤكد إيه أدوات المؤمن لحمل هذا المنهج. وبعدين وصلنا للجزء 27 امبارح، بيقول لك اختار، ها انت هنا ولا هنا، مع المؤمنين ولا مع غير المؤمنين. النهاردة الصورة جاية بتقول لك لابد من الانتماء. مش كفاية تكون بتصلي وبتصوم ومتدين، لكن لابد من استشعار ان انا منتمي لهذا الدين. معنى مهم جدا، الجزء كله بيدور حوالين المعنى ده. فيبدأ بصورة المجادلة او المجادلة. صورة المجادلة بتتكلم عن المعنى ده بشكل تفصيلي، يعني الولاء للمؤمنين، الايمان، الانتماء للمؤمنين، الانتماء لهذا الدين، التبرؤ يعني من اعداء الاسلام، التبرؤ من المعاندين لهذا الدين. دون المحور، وفي وسط الصورة كل صورة هتلاقي قضية الأسرة مهمة قوي. إيه علاقة الأسرة بالانتماء؟ مقص ترابط المجتمع يبدأ بأسرة مترابطة. عشان كده هتلاحظوا لو اتكلمنا إيه اللي بيجمع كل الجزء 28، هتلاقي كل اللي بيجمع الجزء 28 عملية أساسية. إيه هي؟ الصور الجزء 28 في صورة المجادلة، وفي صورة الحشر والصف والجمعة. واخد بالك من الثلاث أسامي دول كلهم بيدعوا لإيه؟ للاجتماع. صورة الجمعة اجتماع المسلمين، وصورة الحشر التجميع، وصورة الصف وحدة الصف، كلها تدعو لتجميع المؤمنين لانتماء. ما هو الانتماء محتاج وحدة عشان تحس إنك منتمي، أو دليل انتمائك إن أنت مترابط مع المؤمنين. وبعد كده تمشي الصورة وتيجي صورة الممتحنة، امتحان إيه؟ أنت منتمي ولا لأ؟ وبعد كده تخلص صورة الممتحنة، تيجي صورة المنافقين. أكتر حاجة بتضيع الانتماء هؤلاء المنافقين، لأن هم يعني يضيعوا الصف ويضيعوا وحدة المؤمنين، فتيجي صورة المنافقين. تخلص صورة المنافقين، تيجي ثلاث صور بتتكلم على إيه؟ على الشواغل التي بتمنع من الانتماء. أن يشغلك إيه؟ أكتر حاجة تشغلك عن أن أنت تبقى منتمي للإسلام إيه؟ الأولاد والذرية والبيوت. فتيجي صورة الطلاق، وتيجي صورة التغابن، وتيجي صورة التحريم، بتتكلم على أهمية تماسك البيت، لأن هو دون بداية الانتماء. لمينا الجزء 28، يعني هو جزء 28 في الآخر، أنت لابد أن تنتمي للإسلام يا من أيقنت بهذا المصحف وهذا الكتاب سبيلا لك في الحياة. لا يكفي أنك تقرأ القرآن، لابد أن تنتمي لهذا الإيمان. وعشان تنتمي لازم تكون في حالة وحدة مع المؤمنين. وعلشان تكون في حالة وحدة مع المؤمنين، بداية المجتمع المسلم إيه؟ أسرة متماسكة. علشان كده ناس كتير تقولك الجزء 28 ده عجيب قوي، إيه علاقة إنه شوية يتكلم على الأسرة، وشوية يتكلم على التبرؤ من المشركين، وشوية يتكلم على الانتماء، وشوية يتكلم على وحدة المؤمنين؟ إيه علاقة الحاجات دي ببعضها؟ الانتماء للإسلام والتبرؤ من المشركين يحتاج إلى وحدة عشان تبقى منتمي. من دلائل انتمائك إن أنت متوحد في وسط المؤمنين، والأسرة أكبر دليل على كده. ولذلك شفت الصور، انا بس بنرسم الصور، بنتخيل الصور كلها رايحه فين مع بعضها. الصوره بتبدا بصوره المجادله. صوره المجادله الحاجه الاساسيه بتركز عليها الانتماء والتبرؤ، وبعد كده يجي بقيه الصور تشرح صوره المجادله. وخلي بالكم تيجي بعد كده الصور تبص تلاقي ايه، كل صوره ثلاث صور بتتكلم على اهميه الوحده، صوره الحشر، صوره الصف، وصوره الجمعه، حتى من اساميهم باين. وبعد كده صوره الممتحنه، تعالوا نشوف نماذج الناس اللي امتحنوا في ايه، في انتمائهم.
تخلص سورة الممتحنة، أنا بس بعيد عشان تبقى الأمور واضحة، تخلص سورة الممتحنة المنافقين أكتر حاجة تبوظ وحدة الصف، تخلص سورة المنافقين الشواغل، شواغل إيه؟ شواغل لو الأسرة تمسكت هنضمن الانتماء. ده الجزء ال 28 يعني، ممكن كنا نوقف على كده، لكن خلينا ندخل ناخد مزيد من التفاصيل. تعال ندخل على سورة المجادلة. سورة المجادلة بتبتدي بإيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، عشان كده تسمت بالاسم ده، في زوجها وتشتكي إلى الله في زوجها، قضية الأسرة. يعني ابتدى الجزء 28 بقضية أسرة هتتفكك. واحد قال لمراته يعني أنا هفضل، أنت هتفضلي مراتي لكن أنت علي كظهر أمي، لا أقترب منك يعني ولا أعطيك حقك. فهو قال لها كده، فتنزل الست تروح تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش عارف يقول لها إيه، فينزل يعني أمر الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تخيلوا قيمة المرأة في الإسلام، شفتوا؟ والله يسمع تحاوركما، وتنزل الآيات يعني تعطي المرأة حقها، وتقول إنه لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك، وإن ده شيء من النفاق الاجتماعي إن أنت تفعل ذلك مع امرأتك. كأن المعنى إيه في الآخر؟ كأن المعنى إن أول بداية الانتماء أسرة متماسكة، وإن المرأة تاخد حقها. إيه علاقة ده بالانتماء؟ ما هي لو المرأة حست وفهمت إن الدين ده بيكرمها هتربي عيالها على الانتماء لهذا الدين. فابتدت الصورة بالمجادلة، يا شفت المعنى الخطير قد إيه؟ كأن المرأة على فكرة محورية في الصورة دي. الجزء ده أسف، الجزء ابتدى بالكلام عن المرأة واتختم الجزء بالكلام عن المرأة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. كأن المعنى إيه؟ كأن ربنا بيقول حفاظ حقوق المرأة، وإن المرأة رمز الإيمان، هو ده اللي هيخلي المجتمع كله لو المرأة عرفت إن الإسلام بيكرمها كده هتربي ولادها وهتساعد جوزها إنه ينتمي للإسلام. طلع إن المرأة محور في الصورة دي. أنا مش فاهم الناس اللي بيقولوا فين المرأة في القرآن، والقرآن ليه دايما بيتكلم بصيغة المذكر وليس بصيغة يعني الرجل والمرأة؟ هو بيتكلم بصيغة المذكر لأن أسلوب اللغة العربية يقتضي إنك تكلم واحد، مش معقولة كل آية هتكلم الاثنين. لكن قيمة المرأة، فاكرين صورة النساء والعدل، وإن رمز العدل في الأرض إنك تعدل مع مراتك؟ ده كان في الأول خالص. النهاردة في الجزء ال 28 قيمة المرأة وأثرها في قضية الانتماء في المجتمع. يا سبحان الله، فأول كلمة في الجزء ال 28 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سيدة خولة بنت ثعلبة لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له زوجها، هي أول ما تخلص القضية دي وتاخد المرأة حقها هتبص تلاقي الآيات على طول بدأت تتكلم على إيه؟ الانتماء للإسلام. وتيجي الآية واضحة جدا، أولئك حزب الله. تعالوا نشوف الآية وهي بتتكلم بوضوح، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الله حزب الشيطان هم الخاسرون. وبعديها بآية 22 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تخيلوا صورة ابتدت بامرأة بتشتكي زوجها، إيه علاقة الحاجات ببعضها؟ قلنا بقى. وبعد كده تركز الصورة بشدة، صورة المجادلة، على يعني أنتم منتمين لإيه؟ أنتم في حزب الله ولا في حزب الشيطان؟ وتتختم الصورة بآية شديدة على فكرة، يعني آية جامدة جدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يحبه اللي بيحاربوا الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ينفعش، لا تجد قوما يؤمنون. شوفوا الجزء 28 والمفصلة اللي فيه، أنت منتمي للإسلام بتحب مين؟ بتكره مين؟ الأمور واضحة قوي. سورة المجادلة جميلة قوي، سورة المجادلة، وانتقلها من حديث عن أسرة وامرأة بتشتكي جوزها، وإن المرأة خدت حقها وربنا اللي ادها حقها من فوق سبع سماوات، ثم ننتقل إلى أنت في حزب مين؟ تخلص سورة المجادلة نقوم منتقلين على طول لسورة الحشر. وإزاي في سورة الحشر هتلاقي معاني عجيبة جدا. هتلاقي في سورة الحشر يعني أولا هي سورة الحشر بتتكلم على يهود بني النضير وكيف أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وإزاي إن المنافقين وقفوا بدل ما يقفوا في صف الإيمان وقفوا في صف المنافق، وقفوا في صف اليهود، وإزاي إن هم يعني وقفوا في صف اليهود وحاولوا إن هم يساعدوا اليهود. وكأن سورة الحشر بتبرز نوعين من الناس، تاني منتمي للإسلام ومتبرئ من المشركين ولا العكس. فجدت صفات المنافقين وهم بيدفعوا عن الكفار. شوف ألم ترى إلى الذين نافقوا
يقولون لإخوانهم، كلمة إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ده بيقول لهم وعدوا مش هينفذوها. ليه؟ لأن انتماء الكفار والمنافقين للكفار انتماء هش لا أصل له. فجت الآية 12 بعد كده تقول لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين راح ليهود بني النضير وقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وحنقف معاكم وحنساعدكم، لكن لما جد الجد ما قدرش يعمل لهم حاجة وتركهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وبعدين في نموذج تاني ازاي المنافقين واهل الكفر بيتخلوا عن بعضهم وليس بينهم انتماء ولا وحده. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، الايه 16، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. طيب ده نموذج هؤلاء. طب واهل الايمان نموذجهم ايه؟ يعني خلي بالك سورة الحشر تاني بتتكلم على دول ودول، فآدي المنافقين والكفار وعلاقتهم ببعض وازاي انها علاقة هشة. طب والمؤمنين عبر الأجيال علاقتهم ببعض ايه؟ اسمع الآيات للفقراء أصناف المؤمنين، هتلاقيهم ثلاث أصناف وثلاث نماذج. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شايف الانتماء للإسلام خرجوا من ديارهم ليه؟ طب والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، شايف الانتماء والوحدة؟ طب وبعد كده والذين جاءوا من بعدهم، أجيال منتمية لبعضها بتحب بعضها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحقيقة وتمشي الآيات لغاية ما تيجي الآية، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إيه علاقة الآية دي هنا؟ أصل الآيات بتتكلم إن اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ده إذا كان ربنا لو نزل قرآنه على جبل يعني لكان خاشعا متصدعا من خشية الله، فازاي تظن ان حصونكم دي حتمنعكم من الله تبارك وتعالى؟ الحصون اشد ام الجبال الرواسي؟ فجاءت الايه هنا علشان تقارن لهم اعلموا انه يعني لا ناصر ولا معين الا الله تبارك وتعالى. دي كانت سوره الممتحنه، وتيجي دي كانت سوره الحشر، وتيجي اخر ايات من سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ليه اتختمت بأسماء الله الحسنى؟ لمن تنتمي؟ اتختمت بأسماء الله الحسنى عشان تقول لك يا مؤمن كيف لا تنتمي لهذا إلى الملك العظيم، له الأسماء الحسنى. قضية الانتماء وقضية إزاي يا منافقين لا تتبرأوا من المشركين وتساعدوهم، وأسماء الله الحسنى العظيمة القوية. ولذلك معظم الأسماء اللي جت هنا أسماء فيها العظمة والقوة. دي كانت سورة الحشر، ونتنقل بعد كده لسورة الممتحنة. وسورة الممتحنة هي ليه تسمت بالممتحنة؟ هي فيها آية بتتكلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من قريش، دي فترة الهدنة صلح الحديبية، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اتأكدوا أن هم مؤمنات مش جايين يخربوا في المجتمع، فامتحنوهن. فتسمت سورة الممتحنة. بس معقولة عشان كده السورة تسمت الممتحنة؟ خلي بالكم سورة الممتحنة ابتدت بآية برضو بتتكلم في نفس الموضوع، الانتماء أو التبرؤ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني شوفوا البداية واضحة قوي، كل الصور مش كده، كل الصور أنت منتمي ليه يا شباب يلي بتقبل الجزء 28؟ لو ما حسيتش أن أنت منتمي للإسلام وأن الإسلام ده هو أغلى حاجة في حياتك وأنك بتحب المؤمنين وانك نفسك بيتك ده يبقى متماسك من اجل الايمان ومن اجل وحده الامه ومن اجل الانتماء للاسلام، لو حسيت ان انت منتمي لحضارات اخرى غير حضاره الاسلام انت عندك مشكله، يبقى انت ما فهمتش الجزء 28. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. لكن خلي بالك اوعى تفهم من الكلام ده ان احنا بنرفض التعامل مع الغرب،
او ان احنا بننظر للغرب كل الغرب على انه هو عدو او اي واحد غير مسلم انه هو عدو. عشان كده في نفس الصورة اللي هي بتقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء بتتكلم على الكفار او الغير المسلمين، فبتقول ايه؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. وتيجي الآية 8 تقول لك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية دي خطيرة يا جماعة. لا ينهاكم الله إن أنت تبروهم، كلمة البر أعامل غير المسلمين ببر. تخيل تعامل غير المسلمين اللي عايشين في وطنك ببر، تعامل غير المسلمين من مسيحيين أو غير مسلمين بالبر وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين، طالما لا يقاتلونك في الدين. الدول الغربية التي لا تعاديك وتعاملهم ببر وتعاملهم باحترام. لو عشت في دولة غربية وانت يعني بتاكل في هذه البلد وعايش في هذه البلد تحترم قوانين البلد دي وتحافظ على قوانين البلد دي وتحترم الناس اللي انت عايش في وسطهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شايف التوازن؟ التوازن بين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما توليهمش ولا تنتمي إليهم، لكن في نفس الوقت اوعى يعني أن تبروهم وتقسطوا إليهم. توازن جميل جدا في سورة الممتحنة. هتلاحظوا يا حقيقة يا جماعة سورة الممتحنة فيها أربع امتحانات. يعني لما تبص على الامتحانات اللي موجودة في سورة الممتحنة، أول امتحان امتحان خاطب ابن أبي بلتعة. امتحان خاطب ابن أبي بلتعة، امتحان خاطب ابن أبي بلتعة، خاطب ابن أبي بلتعة هو اللي نزلت فيه أول آية في السورة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بعت لكفار قريش قبل فتح مكة يقول لهم، وهو من الصحابة، يقول لهم ان النبي جاي حبيبكم. يا نهار ابيض، بعت لهم رسالة يقول لهم كده، بعت لهم رسالة يقول لهم كده. فنزلت الآية فيها عتاب شديد، وان كان هو عمل كده طبعا خطأ شديد، لكن هو عمل كده مش معناه ان هو كان منافق، انما هو صحابة من الصحابة وعفى الله عنه بعد ذلك وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الخطأ شديد. فنزلت الآيات تقول له لا، الامتحان دون ما كانش صح اللي انت عملته يا سيدنا حاطب ابن ابي بلتع في هذا الامتحان، ده خطأ في الامتحان. فاول امتحان في الصورة كان امتحان سيدنا حاطب ابن ابي بلتع. تاني امتحان في الصورة كان امتحان سيدنا ابراهيم. فنشوف امتحان سيدنا ابراهيم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني شوفوا ده الامتحان التاني. الامتحان طبعا الامتحان الثالث امتحان العدل في معاملة غير المسلمين اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها. ده امتحان برضو ان مش معنى ان انت يعني بتتبرأ ان انت تعامل الناس وحش. الامتحان الرابع والاخير اذا جاءك المؤمنين، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. سورة الممتحنة سورة الامتحانات، نموذج حاطب ونموذج أخطأ، نموذج سيدنا إبراهيم نموذج نجح في الامتحان، نموذج المؤمنات اللي جايين من كفار قريش امتحنوهم. يعني يا ترى أنت بقى في الامتحان، كأن سورة الممتحنة بتسألك وانت بقى في الامتحان هتعمل إيه؟ ماذا ستفعل أيها المؤمن إذا امتحنت وكان امتحانك أنت منتمي للإسلام ولا منتمي لحضارات أخرى؟ تيجي الصورة اللي بعد كده وهي صورة الصف، وتبتدي سورة الصف يعني مزيد من الانتماء للإسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والعكس اللي إيه؟ الكفار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وتتختم سورة الصف بسيدنا عيسى وهو بيطلب من الحواريين أن ينتموا للإسلام ويعينوه في هذا الدين. فتيجي الآيات بصورة واضحة، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. شوفوا الجزء كله ماشي في سكة واحدة يا جماعة. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مؤمنون. يعني توصل الصورة لغاية الآخر. شوفوا زي ما بقول لكم صور كلها ماشية في سكة واحدة، سكة يعني أنت منتمي لإيه وقضية الانتماء وأهمية قضية الانتماء. وتمشي الصور شوية ونوصل لغاية سورة الجمعة. الحقيقة سورة الجمعة هي رمز الانتماء،
ورمز الوحدة بين المؤمنين وبعضهم. يعني أنا بس بذكركم تاني بكلمة سيدنا عيسى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، ناس انتموا ناس راحوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كأن الصورة عايزة تقول لنا إيه؟ الانتماء مش بس عندكم، ده حتى سيدنا عيسى والحواريين طلب منهم هذا الانتماء. كأن الدين فكرته مش كفاية انك تصلي وتصوم، لازم تستشعر ان الدين ده جزء من كيانك، وان انت منتمي اليه ولا تنتمي لغيره من الحضارات. وده مش عيب يا جماعة، مش معناها ان احنا بنعادي الاخرين، انما مسألة الانتماء دي مسألة هوية، انا منتمي لايه، انا مرتبط بايه. يعني لا يفهم من هذا الكلام ان انا بقول انا عدو لا انا عدو لكل ما عداه، ما قلناش كده، انا منتمي اليه ولست منتمي لغيره، لكن في نفس الصورة وفي نفس الجزء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالحقيقة صورة الصف، الصف، شوفوا الصور أسميها إيه، صورة الصف، الصف. طيب نتنقل على وسيدنا عيسى ابن مريم والحواريين يمثلوا أيضا، بيطالبهم إن هم يكونوا صف. نتنقل بعد إيه للصورة، صورة الجمعة، والمعنى في صورة الجمعة واضح، أو اجتماع المؤمنين. والحقيقة الصورة حددت أهداف صلاة الجمعة، فابتدت تقول يعني هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. المفروض صورة الجمعة دي يحصل فيها إيه، أو صلاة الجمعة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا ترى صلاة الجمعة بقت بتؤدي نفس الهدف، سواء في وحدة المسلمين وحدة أهل الحي، أو بتؤدي الهدف في التذكرة والتزكية زي ما ربنا عايزها، ولا احنا بقت صلاة الجمعة يعني أوقات للنوم، أو أوقات يعني للتكليف الصعب على النفس اللي بنروحه عشان نؤدي الواجب ونسقط الفريضة؟ نريد لصلاة الجمعة ولخطبة الجمعة أن يعود لها هدفها اللي شرعت من أجله، واللي تسمت الصورة باسمها كرمز أن الجمعة دي يوم وحدة الأمة ويوم تذكرة الأمة. تخيلوا كيف أراد الله لها. ولذلك يعني من ضمن الانتماء للإسلام تيجي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده نوع من أنواع الانتماء، إن يوم وحدة المسلمين اجري على المسجد وخليك في أحضان المسلمين، ده الانتماء اللي بنقول عنه يا جماعة. ولذلك جت في نفس الصورة كلمات عن اليهود، ليه؟ اليهود ما انتموش. شوف الآيات بتقول إيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعد كده تتنقل الصورة على صورة المنافقون، وتبدأ الآيات يعني بتتكلم على المنافقين وصفات المنافقين. يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بصوا على السوق على الآية كده كويس يا جماعة، لو ما جتش اللي مكتوبة باللون الأخضر دي والله يعلم إنك لرسوله، وكانت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى معناها إيه؟ يبقى الله يشهد إن المنافقين لكاذبون إن ده رسوله. فجت فكان لازم تأتي هذه العبارة والله يعلم إنك لرسوله، يعني علشان شوف القرآن ما سابش حاجة، ما فيش كلمة في القرآن زي ده، والله يعلم إنك لرسوله، لكن المنافقين دي كذبون، ده موضوع تاني إن هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. وتبدأ الصورة تتكلم على صفات المنافقين، يعني حوالي 15 صفة، ترجع بقى للآيات 15 صفة من صفات المنافقين. وقالوا كذا وإذا رأيتهم يعني وهم مستكبرون، تبدأ الآيات تتكلم أن دول هم اللي بيمنعوا وحدة الصف، وتخلص الآيات. لكن قبل نهاية الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خطورة هنبدأ نتكلم أن من ضمن الحاجات اللي تؤثر في الانتماء إلهاء الأموال والأولاد، عشان ندخل على صورة التغابن. وتبدأ صورة التغابن الحقيقة هي وصورة التحريم وصورة الطلاق بتدور حوالين محور واحد. المحور الواحد اللي بتدور عليه ثلاث صور، بتدور حول محور إن خطورة إن الأولاد والزوجات يلهوك عن قضيتك الأساسية يا مسلم، أنا منتمي للإسلام. وصورة الطلاق نوع من أنواع تفكك المجتمع اللي ممكن يحصل نتيجة الطلاق،
فعلى الأقل لو لازم هيحصل طلاق لابد يكون في تقوى. فتلاقي صورة الطلاق فيها حاجة عجيبة جدا، طول ما صورة الطلاق ماشية، طول ما هي بتتكلم عن التقوى عن التقوى عن التقوى، يعني حتى لو كده كده هتطلقوا حافظوا على التقوى عشان يفضل لسه في وحدة مجتمع وبالتالي يفضل في انتماء. شوفوا الآيات كلها ماشية ازاي، اتقوا الله ومن يتق الله ومن يتق الله، في وسط ما هو بيتكلم عن الطلاق بيؤكد تأكيد شديد على أهمية يعني تقوى الله تبارك وتعالى. وتلاحظوا آية تانية عجيبة، يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية 14 والآية 15 إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هتلاحظوا حاجة عجيبة قوي يا جماعة، هتلاحظوا إن لما اتكلم في الآية الأولانية قال لما جات على كلمة عدو قال من، إن من أزواجكم وأولادكم، يعني من للطبعين، مش كله، مش كل الزوجات كده ولا كل الأولاد، في هيبقوا عدو ليكم من أولادكم وهيعملوا معاكم كذا وكذا وكذا، لكن لما جه يتكلم على الفتنة قال كلهم، كله فتنة، إن من إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار. فكأن المعنى إيه؟ خلي بالكم لكي تحافظ على انتمائك مهم جدا 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 إنك تخلي بالك إن اللي قد يفتنك هو فلوسك وقد يفتنك هو أولادك. فمش معنى كده ان انت هتتركهم، لكن معنى كده ان انت هتكون حريص ان انت توجههم في الانتماء للاسلام. عشان كده تيجي الايه اخر ايه هنتكلم فيها النهارده، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ده الحل بقى، يبقى دور الاسره في قضيه الانتماء بعد ما قال لهم ان اموالكم وازواجكم واولادكم ممكن يكون فتنه او عدو لكم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الفكره كلها يا جماعه الاسره دي محور اساسي في ترابط المجتمع، وبدون الاسره ينفك المجتمع، وبدون الاسره مفيش انتماء، والمرأة لها دور أساسي. عشان كده ضرب مثل للذين آمنوا زوجة فرعون وزوجة والسيدة مريم ابنة عمران. فالمعنى مهم أوي أوي أوي، آن لنا إن احنا ننتمي لديننا وننتمي لأمتنا ولا ننتمي لغيرهما. أسأل الله تبارك وتعالى من الجزء 28 دول يحقق في قلوبنا معنى الانتماء للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.